هذه الأزمات التي حصلت بعد نتائج الانتخابات والذي حصل بمحاولة اختيار رئيس الوزراء، هذه الأزمات خلقتها الصدف أم أنه مخطط لها، أم أنه أكو حالة من فقدان الاتزان لدى هذه القوى السياسية حتى نصل إلى توصيف مطلوب؟ أنا وجنابك يمكن حكينا بها حتى قبل الانتخابات، قلنا هذه الأشياء سوف تكون هنالك صراع بشكل، البعض قال صراع شيعي شيعي، أنا لا زلت أقول ليس هنالك صراع شيعي شيعي، صراع جماعات شيعة السلطة، لأنه الآن هنالك إحنا نتحدث عن منظومة ليست منظومة سلطة ودولة، نتحدث عن منظومة الجماعات اللي تعمل للجماعة وليست للجميع. وهذه ثقافة الحقيقة جاءت من مدرسة إخوان المسلمين، لذلك يقال جماعة إخوان المسلمين. تلاحظ كيف هذا الفكر السياسي اللي يوصف بالإسلام السياسي، وهذا التعبير راد له وقوف يعني كثيرا أمام المفكرين أن يحللوا ما معنى شنو كلمة الإسلام السياسي. خلينا هالسادة مو نقاشنا، أنا أتناقش عن منظومة الجماعات. هذه الجماعات الحقيقة أكو ظواهر تاريخية قديمة جدا حتى في تاريخ العراق في جنوب العراق، تطلع لك جماعات تحمل لواءات متعددة ورايات متعددة تقول نحن الأقوى، ما تفهم غير هذه اللغة، وبالتالي أي مس بمصالحها أو نفوذها تذهب إلى ليس إلى الحكمة لعلاج الأمور، تذهب إلى القوة، وهذه القوة هو يعبر عنها بالسلاح المشرعن المغطى بالفتوى والقانون. أنا أتحدث بكل صراحة، الفتيا يجب أن تراجع من مصلحة العراق، لأن ولو هي ضعفت الحقيقة وصاروا الجماعة اللي يقولهم مخرج رأساً، يقولهم مخرج الولائي، تعرف كيف؟ أنه إحنا نتبع الخامنئي ولا نتبع السيستاني، هذه واحدة انتهينا من عدها. وبالتالي على المرجعية في النجف أن ترد على هذا بشكل واضح، إحنا ما نأمرها، المرجعية هي تعرف دورها. والثاني الحقيقة هو القانون، القانون اللي يسمح لعناصر الحشد، خاف واحد يقول هنا مو هنا، أن يتواجدوا يحاصروا الحكومة. ثاني خاف بعض عبالة دا دافع عن الحكومة، لا أنا دا أوصف الحالة. الآن أكو عناصر مسلحة تخبئ السلاح تحت أخاديدها، سلاح ترى مو موجود وياهم، سلاح لي ورا. نعم. ونعم وهم يحاصروا الحكومة منذ أكثر من 3 أسابيع. وبالتالي الحكومة عاجزة ولذلك خسرت فرصة. أنا ما أتحدث عن الكاظمي هناك شخص، أقول لأنه ضيع الفرصة كما ضيعها سابقا بأن يتخذ إجراء حازم مو غاشم. كفرق بين أن تكون القوة حاكمة وأن تكون القوة غاشمة. القوة الحاكمة مثل ما طاردت شباب تشرين وضربتهم بالغاز المسيل للدموع برؤوسهم وقتلتوهم 800 وصعدتوا براسهم للحكومة، أنتم بعض المستشارين المزايدين، وتركتهم هم وأمهاتهم الحقيقة يعني يضربن الدموع على أبنائهم لأنهم فقط طالبوا بحقوق. المرجعية في النجف حينها قالت هي حقوق حق ومطالب حق وإلى آخره. أقول ما حصل هذا اليوم الحكومة أيضا ضيعت هذه الفرصة.